يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة سقط جنينها وعمره شهران ونصف، فهل الدم الذي يخرج منها دم نفاس تدع معه الصلاة والصيام؟ لا ما هو بنفاس، ما يكون نفاس إلا من 81 يوم فأكثر، إذا دخل في 40 الثالثة في طور المضغة، في طور المضغة 40 الثالثة 81 يوم يبدأ التخليق والتفريط، فإن نزل دم بعد ذلك فهو نفاس، أما قبل 80 فهذا نزيف وليس نفاسا. نعم.